هذا آخر ما جادت به الصناعة الجزائرية، مركبات من الوزن الثقيل متعددة الخدمات والخصائص ذات جودة صناعية ونوعية تكنولوجية بمواصفات عالمية، وحافلات للنقل العمومي من علامتي SMV ومرسيدس بانز مخصصة لنقل الأفراد والبضائع. اليوم تم تسليم مركبات لفائدة المديرية المركزية للعتاد بوزارة الدفاع الوطني تلبية لاحتياجات هياكل الجيش الوطني الشعبي ضمن مسعى تطوير مختلف الصناعات العسكرية. بمناسبة تسليم 251 شاحنة علامة مرسيدس بنز و100 شاحنة من علامة SNV إلى شركائنا الحاضرين. شركة نفطال التي يعتبر النقل عصب مهامها، إذ يمثل 80% من عملياتها، تسلمت طلبيات تضم شاحنات ذات مستوى عالمي لنقل وتوصيل المواد البترولية والمساهمة في عصرنة أسطولها البري، وأيضا شركات كوسيدير كابس إلى جانب الحماية المدنية ومؤسسات أخرى استلموا بدورهم مركبات متطورة بهدف تدعيم النقل والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.